هذا الطفل، هذه الطفلة، هذا الولد، هذه البنت، النفس تضغط عليهم من جانب، الأهواء تضغط عليهم من جانب، الأجواء المحيطة تضغط عليهم من جانب آخر. كيف ينجون في هذا الجو الموبوء؟ أنا أتوقع أنه يكونون متدينين، هذا غلط. أنا أتوقع أن يكونوا صالحين. كثير من الآباء عندهم حسن ظن بأبنائهم، حسن الظن جيد، ولكن الأب والأم يجب أن تكون لهما دور الرقابة على هؤلاء الأولاد. هذا الابن وين يروح؟ ماذا يطالع؟ شنو يعمل؟ عندما يتأخر في الليل إلى ساعة 12 هذا وين كان؟ مع أصدقاء. من هم هؤلاء الأصدقاء؟ الأب والأم إنما وضعا لتنشئة الأطفال، لتربية الأطفال، للرقابة على الأطفال. إذا راقبوا وتكلموا ونصحوا يؤثر، إذا تركوهم بلا نصيحة، بلا كلام، بلا موعظة، ما يؤثر. وهذا شيء واضح. فإذن في الواقع الأب الأم ينبغي أن يكون هذا جزء برنامجهم، القول والتكلم والحديث. أكو مع الأسف كثير من الآباء، يمكن أن نقول أكثر الآباء هالشكل، ما يتحدثون ويا أبنائهم. أكو حاجز نفسي بينهم وبين أبنائهم. لا، الأب يجب أن يحاول أن يرفع هذا الحاجز، الأم يجب أن تحاول أن ترفع هذا الحاجز. يتكلمون، ينصحون، يوجهون. هاي الكلمة حتى الآن إذا ما تأثر، في يوم من الأيام تؤثر.